وزي برضو الناس اللي هي بتستكبر ان هي تقول كلمة شكرا او تقدر الشخص اللي قدامها، في ناس بتستكبر ان هي تعتذر. الاعتذار من اهم الحاجات برضو اللي موجودة في العلاقات. لازم لو اي حد فينا غلط او اخطأ في حق اللي قدامه ان هو يقول كلمة انا اسف. برضو ما فيهاش حاجة عيب، ما فيهاش حاجة تقلل منك اطلاقا، ولكن بالعكس بتدي للي قدامك ثقة. شفت الثقة دي؟ جميلة. ثقة اكبر، وبيكون برضو كنوع من انواع التقدير ليه. فالاعتذار مش بيقلل من صاحبه.